وينك يا ديالا؟ ديالا؟ لك انت شو عم تعمل ولا؟ كيف بتمد ايدك علي؟ انت بس فهميني لشوف امتى عملتي شي صح. لك انت بدك تجننينا يعني؟ بكفي، عن جد رح اقتنع منك. بابا انا اسفة كثير. اسكتي، يا بتحلي هالموضوع هاد يا بدي احكي لابنك عن كل ماضيكي نرجس خانم. اذا عرف ابني بهالشي والله بينهار. لا تقول له هيك شي. عشق ودموع يوميا 7:15 على LBCI.